فاجتماع الاتحاد الافريقي يوم الثلاث هيظبط الدنيا دي كلها. طيب عاوز اخش على حتة اهلي قبل ما ارجع للزمالك على مستوى الصفقات والحكاية والرواية. مستر فايلر قلت لكم من 3 ايام انه راجع وانه هيحجز عن طريق تذكرة سويسرا المانيا القاهرة، ماشي؟ كل الدنيا امبارح بتقول فايلر راجع وخلاص راجع. طب ما تقولوا ان اونكل ابو المعطي قال من 3 ايام، وقلت بالنص كده بعد التواصل مع كافة المسؤولين في النادي الاهلي الذين يتواصلون معه تأكدت انه هيرجع مصر 29 او 30 ويرجع على سويسرا المانيا القاهرة، مش سويسرا القاهرة. وقلت لكم ده في يوم ما اعلن سيادة رئيس الوزراء تأكيده على عودة الدوري، وقلت لكم ان الراجل هيرجع عشان يكمل انجازه وارقامه القياسية مع النادي الاهلي وبطولة افريقيا. وقلت لكم التأكيد الاكتر انه رفض مشاركة صالح جمعة في التدريبات يوم الاربعاء، وقال لك لا يتمرن في الجيم، وانا ضد هذا القرار، بس خلاص انا مش فايلر، يعمل اللي يعمله. فامبارح كابتن شوبير قال ان عندي انفراد بعوده كذا فلان الفلاني خلال الايام القليله المقبله. ممكن ابو المعطي قايلها يا جماعه مش كده يا جماعه، ادونا حقنا، ادونا حقنا، ما انتوا بتتابعونا وبتذاكرونا يا كابتن شوبير. اونكل ابو المعطي قال قول اونكل ابو المعطي انفرد بالخبر ده. ده انا يعني ما كانش ورايا غير فايلر وعمال اكلم كل الناس على كل على الهمسه واللمس على الحطه والبطه والنطه والقطه زي ما بيقول كابتن مدح. قعدت اتابع لحد ما عرفت ان الراجل راجع 100% بفضل الله بفضل الله بفضل الله. وكان بقى القاسمه يوم ما قال رئيس الوزراء استكمال الدوري، قلت لكم خلاص الراجل راجع 100% وانه عرف بالتفاصيل وخلاص، قال لهم انا هعجز سويسرا المانيا القاهره. طيب يبقى واحد انفرادنا اللي احنا قلناه من 3 4 ايام ده سليم مليار في الميه، سليم مليار في الميه، وتناقلته عننا كبرى المحطات الفضائيه الرياضيه المصريه وذكروا بالامس كابتن احمد شبيك. طيب والمواقع كلها خدت بقى بعد ما احنا قلنا والحاجات دي كلها، وربنا يرزقهم. انا ببقى سعيد ان الناس تنقل عننا، ببقى سعيد ان احنا نطلع معاكم مثلا دلوقتي وبالليل الناس تقول اللي احنا قلناه، ما يجراش حاجه، بفرح برضه. الجزئيه بقى الثانيه، فايلر خد بقى الحته الثقيله، يستعجل مفاوضات جاكسون موليكا. ليه بيستعجلها؟ الراجل قال لهم احنا اتفقنا على صفقات والحكايه والروايه وكذا كذا كذا، ما هو له طلبات فنيه، عاوز الراجل يكمل بقوه وعاوز فيرود بهذا الشكل. مهندس خالد عبد العزيز ينزل انتخابات الزمالك؟ معرفش، هو في انتخابات دلوقتي؟ مفيش انتخابات. خلونا في فايلر. ف خلال اجتماعات امبارح لجنه التطوير لكره القدم بالنادي الاهلي اوصت بسفر امير توفيق للتفاوض المباشر على شراء جاكسون موليكا. قالوا جملة لطيفة جدا في الاجتماع، قال لك وانتوا ليه بتقولوا ان صفقته غالية، ان طلباته غالية؟ الراجل طلب جاكسون موليكا طالب 1,250,000 دولار. فقالوا يعني ده خارج قدرات النادي الاهلي. قال لهم طيب معالي معلول بياخد 900,000 دولار، ايه المشكلة؟ طب ما تتفاوض معاه، تنزل لمليون، تنزل لتسعمية، تنزل لـ1,050,000، تنزل لـ1,100,000، تعمل الـ900 وتقول له فيه بونص لو كسبنا بطولة افريقيا ويلي ويلي ويلي. كابتن شوبير يشرفني، بيتفرج معانا يشرفني كابتن شوبير. يشرفني انه بيتفرج معانا طبعا. وبيتفرج باستمرار. وسيف زاهر بيتفرج باستمرار. وشلبوك قبل ما ينام بيتفرج، ولسه كنت بكلمه امبارح قال انه بيتفرج. وسالته في موضوع انه رايح اون سبورت، نفى وجود اي مفاوضات رسميه من اون سبورت. نفى وجود اي مفاوضات رسميه من اون سبورت للتعاقد معاه. وعلى فكره كابتن مدحت
كان ذكي جدا انه وقف برنامجه في فتره اللا كوره، في فتره اللا كوره وقف برنامجه. طيب خلينا بس في جاكسون موليكا عشان ده موضوع مهم. كابتن محسن صالح واللجنه قالوا الراجل طلب 1,250,000 دولار موليكا. طيب ما هو وارد ان هو ياخدهم باشكال مختلفه، المهم يبقى في تفاوض مباشر. ممكن نقول له والله العقد يبقى فيه 900، كسبت بطوله افريقيا هتاخد 100، كسبت الدوري هتاخد 50، كسبت الكاس تاخد 50، كسبت السوبر كذا، ما انت جاي لي نادي بطولات وكذا. فقال ممكن يتحطوا له بونص في عقد. وطلبت لجنه الكوره من الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات ترتيب الموعد واختيار الموعد المناسب له عشان يسافر الى الكونغو للتفاوض المباشر مع جاكسون موليكا ونادي مازيمبا. يبقى دي فرصة طيبة ان التفاوض يبقى مباشر. سمير ميخائيل فوق راسي، فوق راسي، ومصطفى حماية فوق راسي، وعمرو ممدوح فوق راسي، ربنا يشفي لك والد، وعيسى فضل الله، ومحمد ابو العز، ومحمد مرسي. فده موضوع ان جاك ان مستر فايلر بيستعجل جاكسون موليكا. امر الاخر ان لجنة الكورة سألت في موضوع رمضان صبحي. مع إقامة الدوريات وانفتاح الحكاية والرواية، رمضان صبحي بدأ تزغلل في عينيه اللعب في أوروبا. وأكد نادر شوقي، لينا بنسأله على التفاصيل يعني والنادي الأهلي، قال ما فيش جديد، خطوة جديدة في النادي الأهلي. لكن قال إن رمضان صبحي لن يلعب في مصر إلا للنادي الأهلي، ولن يقبل بالإغراءات الخيالية من بيراميدز أو الزمالك، من بيراميدز أو الزمالك. ده بالنسبة لرمضان صبح ونادر شوقي وكيل قال لك لن يقبل. وزاد من الشعر بيت وقال ولن يلعب درجة تانية في أي دوري أوروبي. راجل بيلعب في البريمير ليج وفرقته بتلعب في البريمير ليج، خلاص هو مش هيلعب درجة تانية. رافض مبدأ الدرجة التانية نهائي، رافض مبدأ الدرجة التانية نهائي. قال أي فرق في الممتاز في الليجا الأسبانية في البريمير ليج في أي ماشي نتفاوض عليه، لكن ده لا. طاهر محمد طاهر اوسط اللجنه، بقول لكم بقى اللي حصل جوه اللجنه. اللجنه اوسط بشرائه نهائيا، قال لك الاعاره خساره للنادي الاهلي. ليه الاعاره خساره للنادي الاهلي؟ هتلمعه وتصنفره للمقاولين، واثق منه يبقى خلاص تشتري نهائي، تشتري نهائي. ممدوح سيد ربنا يحفظه والله يرحمه بقى من 92 الوالد يعني. فده بالنسبة لرمضان صبحي وطاهر محمد طاهر، اللجنة أوصت بشرائه نهائيا وليس باستعارته والتفاوض على شرائه. وقالوا إن مسألة الشراء تبقى خاضعة للتفاوض، وإن نادي المقاولين نادي محترم وملتزم بكلمته، لكنهم حذروا من الدخول في منافسة مع أي نادي آخر لإشعال المسألة الأسعار وكلام بالشكل ده، خاصة وإن اللي فتح هذا الأمر هو الكابتن محمود الخطيب مع المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب. طبعا النادي الأهلي كان أبدى غضبه من إن التفاوض على بيتم على الهواء. طيب ده احنا كده قلنا عندي بقى صفقة مبادلة. نروح بقى لنادي الزمالك، للبطولات بقى، للكورة والرياضة، مش للخناقات والشتائم والمنع من الكلام. هرجع لصفقة مبادلة حلوة. أنا امبارح قلت لكم على موضوع دونجا وإن الزمالك داخل في دونجا. علمنا اليوم أنا وفريق الإعداد يعني إن مسألة الصفقات دي شغالة بقالها فترة، وإن نادي بيراميدز عاوز يخلص في حاجة. الزمالك طلب نبيل عماد دونجا ورجب بكر وعبد الله البكري. الصفقة التبادلية تفاصيلها. طلب الثلاثي ده. رجب بكر في الباك رايت، عبد الله البكري مساك، نبيل عماد دونجا مسمار وسط الملعب ومستقبل مصر في هذا المركز. بيراميدز قال موافقين، بس احنا بنطلب 2 لعيبه، محمد عبد الغني، عبد الله جمعه، ومليون دولار. يعني الزمالك ياخد 3 لعيبه
اللي هم دونجا ورجب بكر وعبد الله البكري. بيراميدز قال يا عم انا مش عايز 3 لعيبه، انا عايز 2 لعيب، عاوز عبد الغني وعبد الله جمعه ومليون دولار. طيب يبقى هو المليون دولار هنا لان رجب بكار وعبد الله البكري مساكين وظهير اللي هم عبد الغني وعبد الله جمعه، يبقى المليون دولار هنا قيمه صفقه نبيل عماد دونج، وانا شايف ان ده رقم مقبول جدا. لكن لسه الزمالك ما ردش على بيراميدز. الزمالك عاوز يخلص الصفقه لعيبه في لعيبه لعيبه في لعيبه. البيراميدز قالك لا اديني بس عبد الغني وعبد الله جمعه ومليون دولار. انا شايف ان عبد الله جمعه بالنسبه لرجب بكار، يعني عبد الله جمعه مكسب يتفوق على رجب بكار، وعبد الغني يتفوق على عبد الله البكري، لان عبد الغني لعب تحت ضغوط لسه بقى هتبدا بقى كده يعني فاكر. فدي صفقه تبادليه بيحاول يتمها نادي الزمالك. في جزئيه تانية، قيل ان نبيل ابو زيد حصل على حكم من اتحاد الكرة، والحكم فيما يخص حمد النكاز بمليون ب116,000 دولار، 116,000 دولار، على اساس ايه؟ ان هو وكيل حمد النقاز. طيب احنا بنتكلم عربي، تواصلنا طبعا الناس هنا في نادي الزمالك ما بيتواصلوش معنا احنا، لكن لينا فريق الاعداد اللي ما يعرفوش اصلا رئيس نادي الزمالك انه شغال معانا بيتواصل معاه. طيب ده تواصلنا مع انيس بن ميم محامي حمد النقاز، اكد على الاتي انه نبيل ابو زيد عن نادي الزمالك، ما كانش وكيل حمد النقاز، اهو عن نادي الزمالك في العقد عن نادي الزمالك، اهو نبيل ابو زيد عن نادي الزمالك، يعني ما هوش وكيل حمد النقاز، لا ده الزمالك اللي بعته يتفاوض عشان يجيب حمد النقاز. خد فلوسه بقى ازاي الحكايه الروايه فمش عارف ايه. فالزمالك قال لك ده احنا هو لنا ايه ال 116,000 دولار حصل عليهم نبيل ابو زيد بحكم ان اتحاد الكوره، وان ده رقم كويس وحكايه روايه. انيس قال ان هيشتكي الى الفيفا، انيس بن ميم محمد حمد النقاز، خاصه وانه معاه مستند رسمي ان حمد ان نبيل ابو زيد هو محامي.